اولا هنيئا للمنتخب الوطني على هذا التاهيل هذا والانتصار. وكنظن ما جاش بصدفه، جا بعمل ديال الوالد الركراكي ولد اللاعبين وكذلك ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، فباش تحتل الصف الاول في هذه المجموعه هذه في هذه الانديه هذه بهذا الشكل هذا، فهنيئا. نتمنى ان شاء الله ان اللاعبين يوجدوا المقابله ديال تومونيايا ويكونوا في المستوى الكبير، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اكيد الاداء ثلاثه ديال المقابلات غادي وكيطلع الاداء بواحد الشكل كبير، وكذلك المقابله الاولى بدون اهداف، مقابلة ثانية جوج ديال الاهداف ودابا جوج ديال الاهداف. نتمنى ان شاء الله ان اللاعبين يكبروا في المقابله اللي غادي ان شاء الله اما اسبانيا ولا المانيا، وكنظن بانه غادي نكون ان شاء الله في الموعد. تتوقع المرور ديال هذه مقابله بوحده، فكنظن اذا كنا في هذا المستوى ديال اليوم فغندوزو ان شاء الله ربما. ما تنساوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.